والعقل له علم خاص، كيف جهاز الكمبيوتر له الآن نظام خاص يبرمجه الويندوز، ثم أنت الآن تضع فيه العلم الذي تريد بحسب تخصصك. وكذلك هذا العقل الآن قبل أن يكون هناك دين، يعني نحن بشر الآن لو لم ينزل الله سبحانه وتعالى الكتب ويبعث الرسل، الآن نحتاج إلى علم يضبط هذا العقل، كيف الآن نتصرف في هذا الوجود. فعلم المنطق مختص بالعقل من حيث أن يضبطه في تفكيره، آلة تعظم الفكر عند مراعاتها من أن يضل. لكن الآن علم الشريعة، بما أن الله سبحانه وتعالى بعث الرسل وأيدهم بالمعجزات وبين صدقهم، الآن صرنا مطالبين من أمور الشريعة بما يجب على المكلفين، من الناس من يجب عليه فرض العين، ومن الناس من يكون عليه بعض الأمور تتعلق بفرض الكفاية. والعلوم الدنيوية الإنسان تعلم الفيزياء، هذا يتعلمها مثلا ثقافة أو تخصصا، هذا الكيمياء، هذا البيولوجيا. علوم الشريعة الآن هذه تضبط عقل الإنسان من جهة فهم النصوص أو من جهة الاستنباط، مثل علم أصول الفقه وعلوم القرآن وباقي العلوم من قراءات وتجويد ولغة عربية وإلى ما يتبع ذلك. فهذه الآن تضبط العقل من جهات معينة، لكن لو أن الله لم ينزل الدين هذا العقل يحتاج إلى علم. طيب جاء الدين أيضا هذا العقل يحتاج إلى علم المنطق لينضبط في تفكيره.